السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غالين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات، جديدنا اليوم جيناكم فيه من موديل 2018، يعني خطوتين اللي ورا، برينو تلسمان فيت الفل كامل. بنتكلم عن كافة ميزاته وتفاصيلها بشكل مختصر وبسيط وسريع، خلوكم معنا. قبل ما نبدأ هذه التغطية أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة اكتبوا لنا في خانة التعليقات وش آراكم عن السيارة الفرنسية هذه رينو تلسمان. نبدأ تغطيتنا. طبعا تنافس رينو تلسمان بالدرجة الأولى هوندا كورد، بالإضافة لنيسان ألتيمو وكيا أوبتيمو، وبالأخير هونداي سوناتا وتويوتا كامري. نسبة مبيعات رينو تلسمان، اي نعم أكيد الكل يتفق فيها، نسبة مبيعاتها عندنا في المنطقة بسيطة نوعا ما، لكن أكيد في بعض الدول متفوقة بشكل كبير على منافساتها. طبعا من ناحية السعر أكيد الأفضل بين منافساتها في الوقت الحالي، بالإضافة للمواصفات فيها مواصفات أفضل من منافساتها بنشوفها مع بعض. في الواجهة الأمامية مثل ما أنتم متعودين على إضاءة رينو اللي هي معروفة، بمجرد ما تشوفها في الطرق وفي الشوارع بتعرف على طول انها السيارة الفرنسية. الاضاءة اللي جاية بهذا الشكل فل LED، بالاضافة لتطعيمات كروم على الشبكة الامامي وفتحات للتهوية وكشاف ضباب وحساسات امامية. مواصفاتها كثيرة بحكم سعرها، ولو انه عليها بعض العروض اللي اتوقع انها عليها عروض في الوقت الحالي، لكن مواصفاتها جميلة وكثيرة. ضمانها 5 سنوات أو 150,000 كيلو، برضو في الضمان متميزة سيارات رينو. من الجنب دخول ذكي وإشارات بالمرايات وتطعيمات كروم على حافة النوافذ بشكل كامل أو خط من الزيك وجنود كروم. خلونا نشوف دخول الذكي. الجزء الخلفي، ننتقل بعد كذا للجزء الخلفي في رينو. هذا الجزء الخلفي، ولأن المكان ضيق شوي لكن واضحة فيها بعض المواصفات الخلفية. سيارة تيربو أكيد، سيارة قوية بالمعنى الحرفي واقتصادية، أهم شيء إنها اقتصادية، هذه العبارة خلوا تحتها ألف خط وخط. ما تقل عن سيارات الامريكية اللي هي شفاليه، بالاضافة لفورد توريس او المعذرة هوندا كورد، نفس التفاصيل اللي فيها، ولو انها تتميز عنهم ببعض المواصفات في من ناحية القوة. خلونا نشوف المساحة الخلفية في رينو المعذرة. طبعا الشنطة الخلفية تنفتح من هنا، هذه المساحة الخلفية ما شاء الله واسعة وكبيرة، إمكانية الوصول من المرتبة الخلفية لها. انتهينا بالكلام عن مواصفاتها الخارجية، وننتقل بعد كذا لشرح مواصفاتها الداخلية. طبعا الإضاءة الخلفية فيها LED، جايب خاصية الـ LED. خلونا ننتقل بعد كذا للمرتبة الخلفية. طبعا من شوي كنت أصور ميجان جي تي، لكن ميجان جي تي كانت نوع ما ضيقة شوي، لكن هذه واسعة، الصلاة على النبي، سيارة واسعة وكبيرة من منظور الراكب الخلفي. طبعا هذا المسند الخلفي او المسند لمرتبة السائق. السماعات طبعا بوس، تخشيب بالداخل، نوافذ كهربائية. طبعا هذا الجزء اكيد جلد، وهذا الجزء بلاستيك صلب. ما
مشكورين وكالة رينو ما قصروا، كانت الزيارة بسيطة وسريعة، لكن كان ودي اني اصور سيارة واحدة اللي هي الميجن جي تي، لكن بعد ما شفت استقبالهم وطريقة كلامهم فحفزوني تصوير بعض السيارات منها هذه السيارة. نشوف مع بعض مواصفاتها. اكيد بالاول تلاحظوا البروجيكتر، اكيد بروجيكتر موجود طبعا بهذا الشكل، هذا البروجيكتر مثل ما انتم متعودين على الشاشة اللي بالكونسول الوسطي في سيارات رينو بشكل عام جاية بهذا الشكل. طبعا ما شاء الله فيها اضاءات بانورامية متميزة، ترى عن منافساتها متميزة في مواصفاتها، متميزة في سيارة فرنسية واقتصادية. ما شفنا مع بعض تقييم استهلاك الوقود، ولا شفنا مع بعض بطاقة الاستهلاك، لكن ولا بطاقة السعر والمواصفات المعذرة، لكن شوي كذا بنخرج ونشوف بشكل كامل. خلونا نستفرد الحين بمواصفاتها الداخلية، بعد كذا نشوف البطايق. تغيير الألوان بشكل جميل بالنسبة لمناخ السيارة، طبعا منفصل ما بين السائق والراكب مثل ما انتم شايفين. المكيف باللمس، هذه شاشة تقريبا 10 إنش، بريك اكيد الكتروني بالاضافة لمثبت السرعة. هذه وضعيات القيادة ما شاء الله فيها الايكو والنورمال والسبورت، ايكو ونورمال وش هذه برات، هذه اول مرة اشوفها، لكن دقيقة طبعا المراتب. هذه السبورت فيها 5 وضعيات قيادة، طبعا المراتب تتحرك حسب وضعية القيادة، فيها مساج اتوقع، فهذا اللي انا ملاحظه حاليا. طبعا المساجد بالخلف قاعدة تتحرك، اتوقع فيها المساج تتحرك تلقائي حسب وضعية القيادة اللي انت ترغب فيه. نشوف هل فيها شاحن لاسلكي او لا. ما فيها خاصية الشحن التلقائي او الشاحن الواي فاي، لكن فيها منفذ للذاكرة ويو اس بي ويو اكس، الجير تبترونيك. الاعدادات اللي موجودة على الدركسون، عداد للرحلات، التحكم بعدد الرحلات بشكل كامل. طبعا حاليا في وضعية السبورت، خلونا نغير الوضعية بشكل كامل، خليها بهذه الوضعية بشكل أفضل. 5 وضعيات قيادة على عكس السيارة الجي تي كانت تقريبا 4 وضعيات قيادة. فهذه من ناحية السعر ومن ناحية المواصفات هذه متميزة. الطبلون أو العدادات اللي موجودة هنا الديجيتال تتغير معك على حسب وضعية القيادة، كل وضعية ولها تحكم. بالإضافة فيها خروج عن المسار أو النقطة العمياء بمعنى أصح. مواصفاتها كثيرة، ما راح أقدر أنجزها لكم أكيد في 10 دقائق أو 15 دقيقة، أكثر من كذا سيارات رينو تستاهل فرصة أكبر من كذا. من ناحية المواصفات مواصفاتها كثيرة. الإرباقات طبعا منتشرة، ستائر جانبية وإرباقات أمامية للسائق والراكب، كل هذه موجودة. من ناحية الأمان فهي في أعلى معايير الأمان، من ناحية التكنولوجيا وصلت لمواصفات عالية جدا متميزة عن منافساتها. من ناحية السعر يمكن السعر نوعا ما نقدر نقول عليه خصم في الوقت الحالي، لأني ماني متأكد بالتحديد كم سعره قبل خصم، لكن حاليا سعره ذا الحين بنشوفه أكيد كان عليه خصم لأنه موديل 2018
بكذا أتممنا هذه الحلقة. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة اكتبوا لنا في التعليقات وش آراكم عن رينا. خلونا الحين نشوف البطايق. طفيناها. خلونا نشوف البطايق. هذه بطاقة الوقود، كلية البنزين يمشيك 16.9 كيلو، نقول 17 كيلو، المحرك 1600 سي سي، أكيد تيربو، السيارة البنزين اللي عليها 95. نشوف بطاقة المواصفات وبطاقة السعر. هذه مواصفاتها بشكل كامل، اللي حاب يصور الشاشة هذه هي بشكل كامل. في النهاية السعر، هذا هو سعر رينو تلسمان. أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. في النهاية لا تنسون دعمنا بالقناة بالاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. في أمان الله.